مازال فيه رواسب، مازال فيه بقايا، مازال فيه ناس يعني مندسين ينتظروا الفرصة. تقلصت قدرتهم على التأثير كثير جدا، كثير جدا. تصور يعني في ظرف عشناه والصحفيين كلهم على بالهم بشي الفيديو اللي كانت تندار وتعدي على الطب على الأطباء وعلى الممرضين والممرضات وتكسير بعض أجهزة حساسة في المستشفيات وكذا وكذا، كلها بالمقابل مظاهرات، بالمقابل خلق ندرة بينما المواد كانت متواجدة يعني بكثرة مرتين ولا ثلاث مرات قدر الاستهلاك تاع المواطنين، ولكن خلق الندرة هذه كلها مدارس قديمة، مدارس تاع خلق عدم استقرار. وهذاك علاش انا كنت نقول دائما فيه ثورة مضادة وفيه طابور خامس. طابور خامس مسخر من الخارج، عندنا علاقات طيبة مع كثير من الدول، ولكن فيه كثير من الدول كذلك اللي منتمية إلى جهات أخرى وتتمنى عدم الاستقرار في الجزائر. إذا متابعينا الكرام، كما سمعتم في تصريحات جديدة غبية لعبد المجيد حشكم الرئيس الدمية للحاضرة الجزائرية، يعترف بنفسه بوجود صراع على السلطة، صراع الأجنحة على السلطة. المسألة اللي كنا كنتكلموا عليها بطبيعة الحال منذ أشهر ومنذ سنوات، وهذه مسألة معروفة في حاضرة الجزائر. لكن البصمعي لطالما كان يكذبنا، البصمعي لطالما كان يحاول أن ينفي وجود أي صراع على السلطة أو ينفي وجود صراع بين أجنحة الحكم في النظام الجزائري أو وجود تفتت وانقسام داخل النظام الجزائري وهم يتصارعون بين بعضهم البعض من أجل السلطة. يأتي الآن عبد المجيد حشكم في هذه التصريحات اللي هو من خلالها كيحاول يروج لنظرية المؤامرة، لكن في نفس الوقت يؤكد ما كنا نقوله. هو سماهم ببقايا المدرسة القديمة. شكون هي هذه المدرسة القديمة؟ هو هنا كيقصد العهد ديال بوتفليقة والرموز اللي كانوا في العهد ديال بوتفليقة، الهالك المقبول بوتفليقة، مع العلم أن عبد المجيد حشكم بيده كان يشغل مناصب وزارية في العهد ديال بوتفليقة، معناه أن هو الآخر ينتمي إلى هذه المدرسة القديمة اللي هو كتحدث عليها الآن. يعني هناك تناقض عجيب جدا في التصريحات ديال عبد المجيد حشكم وحالة لا منطق اللي دائما كنشوفها في التصريحات دياله ولا التصريحات ديال نظام حضارة الجزائر ككل. لكن اللي بغيت نأكد عليه من الآن متابعينا الكرام واللي بغيت نركز عليه وهو أن الرئيس ديال الجزائر كيأكد على أن هناك صراع على السلطة، صراع ديال الأجنحة، مع العلم أنه حاول يستغل هذه المسألة باش يحاول يقول شوفوا راه هما كيستهدفوني وراه هناك مؤامرة وراه هناك أيادي خارجية وهناك المخزن بطبيعة الحال تكلم عليها بطريقة غير مباشرة، كل هذه الأمور باش يثير الاستعطاف ديال الجزائريين خصوصا المخلوق البصبعي والجزائري المستحمر. لكنه في نفس الوقت يؤكد الكلام اللي كنا كنقولوه وهو أن هناك فعلا صراع على السلطة، والمسألة يمكن لكم تأكدوا لها من الفيديو السابق كذلك لحينما أعلن رسميا عن ترشحه لعهدة ثانية، أي أنه قد يترشح للانتخابات المقبلة. لكن كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق، الطريقة اللي أعلن بها الترشح تلك الطريقة المرتبكة اللي ظهر فيها وهو خائف ومتوتر ومرتبك ويتلعثم في الكلام، هذا دليل آخر على أنه خائف، ودليل آخر على أنه يمكن توقع شي حاجة في المستقبل القريب اللي غادي تورط فيها هم الأجنحة، أجنحة الحكم في حاضرة الجزائر، للصراع حاليا مشد بينهم على شكون اللي غادي يربح الرئاسة ولا شكون اللي غادي يوضع الدمية ديالو فيما يسمى بالرئاسة باش يحكم في الكواليس. طبيعة الحال كما تعلمون حاليا فإن الجناح ديال شنقريحة هو الذي يسيطر، لكن هناك جناح آخر يريد إزاحة شنقريحة والتخلص من شنقريحة تماما كما تخلص شنقريحة من الهالك المقبول قايد صالح وثم أمسك بزمام السلطة، ومن انقلب سينقلب عليه. هذه يعني قاعدة معروفة جدا، لذلك شنقريحة هو خائف، ولذلك كذلك عبد المجيد حشكم حينما أعلن عن ترشحه بشكل رسمي ظهر بمظهر الخائف والمرتبك. علاش؟ لأن عبد المجيد حشكم جاء ما بين فكي الكماشة،
هو خائف من هذا صراع الأجنحة يكون هو الضحية ديالها، هو اللي غادي يمشي فيها في نهاية المطاف. لذلك أعلن الترشح دياله وهو خائف، والآن هو يتحدث هنا عن صراع الأجنحة ويعترف بوجود صراع خفي في نظام حضارة الجزائر، وحاول يربطه بالمؤامرة والأيادي الخارجية باش يقول ليهم شوفوا أنا هو البطل، خصكم تحميوني، خصكم تديروا ليا، خصكم تدعموني وكذا وكذا وكذا. وبالتالي السؤال الذي نطرحه الآن، كيف سوف تكون طبيعة الأحداث في قادم الأيام وقادم الأسابيع مع اقتراب هذا الانتخابات السورية، هذه الانتخابات المسرحية؟ لأنه في نهاية المطاف من هو يحكم فعليا في حضيرة الجزائر هو حاليا شنقريحة، وهناك منافسين آخرين يرغبون في الإطاحة بشنقريحة ويرغبون في وضع الدمية ديالهم في ما يسمى برئاسة الجمهورية باش يكونوا هما اللي كيتحكموا في الكواليس، وهذاك الرئيس الجمهورية كيكون هو الصورة ديالهم، هو المشهد السطحي ديالهم، تماما كما هو الحال مع عم جيد حشكوم. وبطبيعة الحال باش تأكدوا من هذه المسألة هي بسيطة جدا، يمكنكم أن تروا على أن أبسط الأمور اللي كيقوم بها عم جيد حشكوم كيكون معاه شنقريحة. إذا تعلق الأمر بالمجال الاقتصادي كتلقى شنقريحة قائد الجيش معاه، إذا تعلق الأمر بالمجال الرياضي كتلقى قائد الجيش شنقريحة معاه، إذا تعلق الأمر بالمجال الترفيهي والفني كتلقى شنقريحة معاه. يعني شنقريحة معاه، غادي معاه في كل شيء، في كل المجالات. المفروض أن قائد الجيش المهمة ديالو كتكون متعلقة بالجيش فقط، بالجيش فقط. أما شنقريحة فهو يحب الظهور، وهو يحب أن يظهر في المشهد الإعلامي، وأينما ذهب عم جيد حشكم إلا وكتلقاو شنقريحة معاه. هنا باش تأكدوا، باش تعرفوا بأن شنقريحة هو الحاكم الفعلي في حضيرة الجزائر، والآن عنده منافسين وعنده يعني من يريد الإطاحة به، هناك من يريد أن يحكم فعليا في حضيرة الجزائر. فمثل ما قام شنقريحة باغتيال المقبول القائد صالح، من الممكن أن نرى شيئا مماثلا يحدث لشنقريحة، لكن هل الطرف الآخر سوف ينزح؟ هذا هو السؤال المطروح. في هذا السياق متابعينا الكرام كتأتي هذه التصريحات ديال عم جيد حشكم، وهو يتحدث عن مدرسة قديمة، ويتحدث عن ويعترف في حقيقة الأمر بوجود صراع الأجنحة داخل حضارة الجزائر، بعد ما كانوا كيحاولوا أنهم يتبرعوا منه، كانوا كيحاولوا على أنهم ينفيوا هذه القضية، كانوا كيحاولوا على أنهم يكذبون، مع العلم أن الأمور كانت واضحة جدا، فقط للأعمام يمكن ليش يشوف على أن هناك صراع للأجنحة داخل حضارة الجزائر. إذا متابعينا الكرام كنتمنى تخليوا لي التعليقات ديالكم والآراء ديالكم حول هذه التصريحات. عم جيد حشكم بعبقريته الغبية يعترف بوجود صراع الأجنحة في حضارة الجزائر، كيف سوف يكون المشهد في حضارة الجزائر في قادم الأيام والأسابيع مع اقتراب هذه الانتخابات السورية؟ سوف نتابع هذه الأحداث. خلوا لي التعليقات ديالكم والآراء ديالكم، ثم أراكم في فيديو قادم.